السلام عليكم خويا. كيف ما شفتي حنا في يوم محزن جدا 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 جدا، والحزن حزن يعني طيح على العائله والقبيله كامله. وشفتي الحشود وشفتي الناس اللي جات دفنات والسلطات وسميتو، يعني خلى فينا واحد الحزن اللي كبير وما غاديش يتنسى نهائيا. وهاد الدريه ما غاديش تنسى لا هي لا وليداتها، وربما كيف ما قلت لك في الاول راه جريمه اللي هزت العالم باكمله. هادشي خصو ما يكونش، ولكن قدر الله ما شاء فعل. خويا وقع في الجريمه انه قتلها في اسبانيا، كانت مشاكل بيناتهم اسريه وكانت يعنفها، ومشات دعاتو عند السلطات الاسبانيه وحكمت عليه بشي عام وسبع شهور. وراك عارف الوالدين والاصل والجدر ما يمكنش ان المراه تدخل الزوج ديالها للسجن. الخال ديالي قال لي حنا ما عندناش المراه اللي تدخل الزوج للسجن، سمحي ليها بنتي. السلطات الاسبانيه خداتها بعين الاعتبار ان ديك العام وسبع شهور انه يكون مسافه الامان بينه وبين الزوجه ديالته، وبالفعل كان ديك سميتو من كثره الغل اللي فيه والحقد وسميتو فكر انه يقتلها. وبالفعل هي في العيد الكبير بعدا، هي في العيد الكبير بعدا اتصل بالدار ديال خالي، قال لهم نعيد مع الوليدات وحشومه وهادشي وهادشي. وطلبها خالي وقالت لي صافي الوالد اللي بغيتي يجي عيد مع وليداتو ويمشي في حالاتو. بالفعل عيد مع وليداتو ومشى في حالاتو. ربما جا غير صمم ولا الجريمه، فاتت 3 ايام من ورا العيد موالفه كتعيط على امل، كتعيط على خالي كلها الصباح مع 8 الصباح انها كانت المشاكل، وكيطمئنوا عليها بالتليفون. داك النهار ما صوناتش في التليفون، عقبوه صونات عليهم واحد السيده خدامه معاها تمايا كتخدم في التومه، قالت لهم امل راها مقتوله راها كاين وهكين. وعاد سمعنا الخبر وانت كتشوف دابا الحزن. لا لا داك الشيء كانت حنا في الاول كنا سمعناه بان قردها وهزها وكان معها شي واحد معاونه وداك الشيء، ولكن في التشريح وفي الاخ ديالها كتتواصل معنا والجمعيه ديال قبيله اولاد عبد الله كتواصل معنا، ما كاين لا تقرد لا والو. دخل عندها مع 5 الصباح، هي بالفعل تقابل الحيط ودخل مع 5 الصباح وضربها بالجنويه، ضربها الكرشه والدراري مضروبين الكلوه ديالتهم حسب التشريح الاسباني. الشيء اللي كاين وقدر الله ما شاء فعل، ودعوات جميع المغاربه بالرحمه والمغفره، والله يثبتها عند السؤال، والله يصبر خالي وولادو والاخوات ديالها والام ديالها والقبيله كامله. حنا هاد القبيله راه كنا دم واحد والحم واحد، كنا عائله واحده في القبيله ديال ولاد عبد الله، ما كاينش واحد براني فيها. وهذا الشيء اللي نقول. السلام عليكم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.